مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة، هنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. هي بناء على طلب كتير من مشاهدينا الكرام. خلينا كده نقول النهاردة هنبدأ بوصفة لكبد الفراخ جميلة جدا، في ناس بتحبها كتير. هنعمل المزاليكا، وهي يعني إضافة القوانص فيها أنا ما بفضلهاش قوي، لكن اللي حابب براحته. ليها تسوية شوية، بتاخد تسوية عن الكبد نفسها وعن القلوب، لكن أنا النهاردة هشتغل بالكبد والقلوب فقط لا غير. طيب، عندي كبد وعندي توم مفروم وعندي فلفل حار. القلوب والكلاوي دي اختياري، أنا عندي قلوب بس مع الكبد. عندي فلفل حار وعندي كمان بقدونس مفروم وعندي طماطم مبشورة وعندي كمان عصير ليمون وعندي معلقة كبيرة من الخل. كده دي مقاديرنا. طيب هنبدأ بقى نشوف كده هنعمل ايه مع بعض. ناخد كده البس الجلافز. طبعا انا هوري حضراتكم بس برضو ايه طريقة كده انا بفتح بيها القلوب عشان تبقى يعني نظيفة، واتأكد ان من جواها برضو نظيف. طبعا الكبد دي لازم تتغسل كويس قوي، يعني بالملح بالدقيق بالعصير الليمون مع المية، وده مهم قوي عن الخل. الخل بيزود الزفارة، يبينها، يظهرها. فخلينا نشوف كده مع بعض. انا هطلع كده الكاتنج بورد، هوريكم حاجة وهنضف عند المية هناك بسكينة كده صغيرة. بصوا القلب بيجي كده، انا الحقيقة ما بسيبوش كده، انا بقطع كده هنا وبفتح كده القلب. بصوا بيبقى فيه جوه برضو بواقي من الدم. شوفوا لازم اعمل كده، الحركة دي مهمة جدا علشان ننظف. بصوا ويتشطف، لازم يتفتح بالشكل حضراتكم شايفينه ده. نشيل دي دهون بتبقى يعني ساعات هي مش محببة ان احنا نحتفظ بيها، بس اهو بصوا شايفين مهم قوي يتشال ازاي، يتقطع علشان يبقى نظيف جدا. شايفين الدم بيبقى فين اهو، مهم قوي ان احنا نتلاشى الموضوع ده جدا. عشان هعمل بقى القلوب كده مع بعض مع حضراتكم عشان نبقى ضمننا انها نظيفه. طبعا الملح الاول وبعدين معلقه دقيق، بتتغسل كذا مره علشان تبقى الدنيا جميله. وبعدين بعصر عصير ليمون وبسيبها فيه شويه، مهم قوي عصير الليمون ده عشان يطهر ويعقم وما يخليش ليها ريحه. انا بصراحه بشتغلها على طول، في ناس ساعات تحب انها تنزلها في ميه بتغلي فيها عصره ليمون وتطلعها يعني بلانشيه كده بسرعه وبعدين تروح مطلعها. انا مش مع ده قوي، يعني هي مش هتحتاج القصه دي كلها، احنا هنعملها على طول. وانا بسخن هنا البان، خليني بصوا شايفين الدم بيبقى فين جوه القلب، عشان كده انا ما بحبش دايما ان انا اسيبه، لازم افتحه، لازم افتحه. بصوا كده اهو، ناخد الجزء اللي بره كده ونفتح هنا القلب بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا هي مغسوله كويس قوي، بس احنا بننقي القلوب، حبيت اعملها مع حضراتكم عشان تطلع مظبوطه. اهي نشيل بقى الزيادات دي وهنشطفهم كلهم دلوقتي في بوله وهنجيبهم نستعملهم، هحط عليهم عصير ليمون قدام حضراتكم هنقعها فيه قبل ما اخدها على التسويه. ودي مهمه جدا، الكبد الفراخ بالذات مهم جدا تنظيفها وتعقيمها صح. كمان الرخامه لازم يبقى في مكان بقطع عليه علشان يبقى انا، بصوا شايفين كميه ال شايفين، لازم تتشال، ما ينفعش اسيبه بصراحه. انا ما اعرفش يعني، هو في ناس طبعا بتسيبها بس انا بصراحه مش مع الفكره دي خالص، احنا لازم نفتحها. طيب عايزه بس اقول ان المكان اللي بنعمل فيه الكبد عند في المطبخ لازم هو كمان يتعقم بالخل بالعصير الليمون علشان يبقى متطهر ومتعقم كويس، ده مهم جدا. اهو اخر قلب، وتعالوا بقى هاخد الكميه دول في بوله، هقلع بس الجلافز هنا، هاخد بوله نظيفه كده هنزل فيها القلوب دي كده، هشطفهم شطفة سريعة كده، لازم يتنضفوا كويس جدا
انا بس حبيت اوري لحضراتكم ان بصوا القلب حتى المقفول اللي احنا شايفينه ما فيهوش اي مشكله، لا هو بيبقى فيه متبقي فيه من الدم بتاع الفراخ مكان الذبح لان ده قلب الفرخه. طيب كده تعالوا بقى بصوا ايه ده، غسلوا بقى نضاف ازاي، القلب مفتوح جميل ونضيف ازاي من جوه. نغير بقى الجلافز وبسخن هنا طاسه، مهم جدا اسخنها قوي عشان انا مش عايزه لما انزل بعد كده الفراخ تعمل صوص او ميه كتير، عايزه اخليها تنشف معايا بسرعه. فانا بسخن هنا شويه حلوين واحط كده نقطتين من الزيت. بسم الله بسم الله، وهحط هشطف دول كمان شطفه اخيره، مشطوفين ونضاف بس برضو الشطف ده مهم جدا، نقع في عصير الليمون ده مهم جدا، كل شويه لحد ما الميه دي تلاقوها رايقه بقت ميه بيضه تماما اهو. وهنا عصير الليمون مهم جدا عشان ده اكتر من مره اتغسلت بعصير الليمون كمان. طيب يلا بينا بقى نبدا ايه سخنت شويه، حط فصين من المستكه الاول علشان تدي تيست والزفاره دي تختفي تماما. بسم الله بصوا حطهم في الماده الدهنيه كده خلاص، يطلع حوالي 4-5 صغيرين او 2-3 كبار زي ما حضراتكم تحبوا. هدوبهم الاول هنا وبعدين هبدا انزل، شايفين الصوت ده مهم، اهم حاجه ده. وهكذا في الكبد، علشان ابقى تمام اهو في قلب واحد، خليني افتحه ونحطه تمام. ايوه اهو، وهنبدا بقى هنسيبها كده. خليني بقى ابدا اعمل ايه، عندي هنا الثوم وعندي معلقه من الهريسه، رشه بسيطه من الحبهان، كل ده لما الميه بتاعتها تبقى نظيفه وفيها عصير ليمون وهي اتغسلت كويس واتفتحت واتنضفت واتحط لها كده ما تقلقوش منها ابدا. اللي عايز يحط بهارات يحط، اللي عايز يحط رشه من القرفه بتدي تيست خفيف مع بهارات الدجاج بتبقى طعمها حلو. وهنبدا كمان ننزل بقى الثوم، بس انا عايزه اسخن هنا شويه. بسم الله كده هسخن هنا، هسخنها قوي دي، هضيف فيها الخضروات والثوم وبعدين هنزل الكبده فيها، بس تاخد كده تشميعه هنا مع المستكه والناحيه الثانيه هبدا ريحتها هنا حلوه ومقبوله. بصوا بقى هسخن العين دي كويس جدا جدا اهي، وخلينا نحط شويه، هو هنا الثوم عندي فيه نسبه زيت فانا مش هحط زيت، هحط نسبه الثوم دي بالزيت بتاعتها على طول. طبعا لما بحب اسيب الثوم شويه لو انا هشتغل فيه بحط له شويه زيت زي ما حضراتكم شايفين عشان احافظ عليه فقط لا غير. طيب هناخد بقى كده معلقه هنا، وتعالوا بقى ايه شوية التوم الحلوين دول، أنا مش بحط بصل خالص، هي مش محتاجة بصل، لو طعمها روعة بالتوم، والتوم أهو في كمية الزيت اللي اتفقنا عليها. هنا هنشوحه كده تشويحة حلوة، عندي شوية فلفل زي ما حضراتكم شايفينه كده الأخضر، أنا هصفي كل ده وهاخدها من غير. هي
هي نفس فكرة إن أنا أنزلها في مية بتغلي فيها عصير ليمون. هي طبعا غرقانة في الليمون في المية المنقوعة في الليمون، وبعدين غيرت المية تاني مع حضراتكم دلوقتي، فالدنيا بقت زي ما حضراتكم شايفين. عايزة بس أسخن حلو قوي. أنتوا سامعيني حبايبي أو أنا سامعاكم؟ طيب كده ملح والفلفل هنا كده، وتقليبه كده يسخن بس الخليط اللي هناك. فصين المستكة دول مهمين قوي جدا على فكرة، وانا سبتها نزلتها في عصير الليمون وخدتها من عصير الليمون نزلتها، ولسه هضيف ليمون تاني بس في الاخر، مش هحط دلوقتي خالص. خلينا بس نسخن هنا عشان العين ما بتبقاش سخنه قوي، بتاخد معانا وقت شويه. هنا الثوم، شرايح الفلفل، وطبعا هاخد كمان الهريسه دي يعني اختياري، اللي مش حابب الفلفل ده مش حار، هاخد معلقه صلصه. مش عايزه اضيف كتير، وعندي معلقه من الهريسه تدي تيست حلو قوي معاها. كمان بتتعمل ساعات طاجن وتدخل الفرن تتسبك كده مع بعضها، بتبقى حلوه جدا الحقيقه، بتدي طعم حلو قوي. كده بصوا بقى النار بدات تسخن، ايوه كده شويه بقى الهريسه دول مع معلقه الصلصه مع الفلفل والثوم، هاخد كمان رشه كده بسيطه من الملح والفلفل. هنا نقلب كده، خليني بقى اخد الكبده كده بقى، مفيش ريحة زفارة نهائي ولا شوية المستكة اللي شوحناها فيهم دول ونزلناها بعد ما اتغسلت كويس واتعملت بالعصير الليمون وفتحنا القلوب زي ما حضراتكم شايفينها كده. هتنزل بقى في الصوص ده، ودي خلاص مش هحتاجها، خدت كل الحاجات اللي نزلت منها. شايفين القلب بقى بعد ما اتفتح بيبقى نضيف ازاي، بس خلاص نقلب بقى تقليبة كده حلوة، ونضيف شوية من صوص الطماطم كده، معلقتين صغيرين بس أنا مش عايزة كتير. هناخد بقى شوية من عصير الليمون حقيقي بقى، يدي بقى مزازة وطعم حلو قوي للكبد دي، وهنرش رشة بسيطة من جوزة الطيب اختياري بس. اهو هنقلب، سيبوها بس تغلي غلوتين خلاص. دي بقى عايزه اقول لكم بتتقدم سخنه بتبقى جميله، بتتقدم ساقعه بتبقى جميله. في ناس بتقدمها زي الكبده بتاعه اللحمه بتبقى ساقعه زي كده، ايه مقبلات بتبقى حلوه جدا. فما بتبرد كمان كبد الفراخ بالطريقه دي بتبقى ليها كده طعم جميل قوي لاي وقت حد عايز اي ساندوتش ولا حاجه. فبصراحه هي جميله، انا عارفه ان في ناس كتير قوي يمكن ما تبقاش حابه تعملها كتير، وفي ناس بتحبها ويعني خلينا نشوف كده ايه الطريقه دي نجربها، ولو حابين تحطوها في طاجن تدخلوها الفرن شويه 10 دقائق ربع ساعه هتبقى احلى واحلى. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا كده بقى بدات تاخد وتدي مع بعض تتصلصل زي ما بيقولوا. عايزينها ما تبقاش فيها صوص الاحمر، ما تحطوش الصلصه مفيش مشكله، هتبقى حلوه وطعمها يجنن وهتتصلصل وهتبقى جميله جدا برده، فاتحه براحتكم. بس طبعا هي بتدي كده نوع من ايه من انواع التيست الحلو،
بصوا بقت جميلة ازاي. انا بس قلت لحضراتكم انه الكبد دي مهم غسلها قوي، هي يمكن متعبة، عشان كده لما حضراتكم تجيبوا كمية جيبوها وشيلوا بقى الخيط، بيبقى فيه خيط في الكبد بس انا كنت شلته، خيط كده بيبقى فيه شريط دم كده، لازم نفتحها بالراحة وننضفه تحت الحنفية المية الاول واحدة واحدة، نقطع القلب ونعمله زي ما عملت، بعدين تحط في بولة تانية بعد ما بجمعهم مية كتير نظيفة، وبعدين عليها عصير الليمون علشان نبدأ، ونسيبها شوية وبعدين نرجع نشطفها تاني لحد ما تلاقوا المية بقت رايقة والكبداية بقت يعني نظيفة قوي. فتح القلب ده مهم جدا لانه بيبقى جوه زي ما حضراتكم شفتوا، بيفرق بصراحة. انا عن نفسي عشان كده ما بعرفش اكلها بره، لان ما ببقاش عارفة هي اتغسلت ازاي الحقيقة يعني، والتوابل كمان بتداري على حاجات كتير فالواحد بقى بيخاف. طيب انا عايزة اقول ان الكبدة دي ليها فوائد كتير برضو، يعني هي بتبني خلايا الجسم، كبد الفراخ دي، وبتبني خلايا الدم الحمراء، بتقوي النظر، بتحسن من وظائف المخ، بتساعد كمان في فقدان الوزن، بتقوي العظام، بتقوي الأسنان، بتحمي الغدة الدرقية. النهاردة احنا كمان معانا موضوع جميل في حلقتنا عن الغدة، وناس كتير من أصدقائنا سألوا أسئلة كتير، إن شاء الله في الفقرة الطبية بتاعتنا هنجاوب عليها بإذن الله، خاصة بالغدة ومشاكل الغدة الدرقية كلها. حاضر من عينينا. عايزة أقول لكم إن هي مليانة برضو بنسبة حديد كويسة جدا عشان الناس اللي عندهم أنيميا. وكبد الفراخ جميلة، يعني في ناس تحبها مسلوقة تطلع كده من الشوربة بالمنكهات الحلوة اللي بنحطها عليها، رشة بس فلفل وملح كده وياكلوها بتبقى جميلة. وعايزين تعملوها كده، وممكن تتحط في طاجن وتدخل الفرن ني في ني، هتتصلصل وهتبقى تجن، تلاقوا ريحتها جايبه اخر الدنيا. دي طريقه بسيطه ومش شرط تبقى حاره، احنا بس بنقول للناس اللي حابه يبقى في نسبه حراره. القلوب دي كمان مفيده لانها برضو بتساعد على الرؤيه، وبتحسن من الشعر جدا والجلد، وبتنظم ضغط الدم، فيها كمان كميه مضادات اكسده كويسه جدا للقلب وبتقوي المناعه. دي القلب يعني كل حاجه سبحان الله ليها حاجه. تعالوا بقى كده نشوف معلقه بس. عايزه اقول لكم هو مش محببين لمرضى النقرس والحوامل الاوانس والقلوب الكبد والحاجات دي في الوقت، يعني كبده دي نسبه حديد اللي هي الكبد العجول او البقر او الحاجات دي، مش بقى الدجاج. بصوا كده الله، بدات بصوا بقى الحله تحت بدات تاخد الصوص ازاي. انا بقى بحب اسيب فيها شويه صوص بسيط زي ده، زي اللي حضراتكم شايفينه ده، ليه؟ عشان لو هشيلها في الثلاجه وتسقع تبقى جوسي شويه، ما تبقاش ناشفه. لما حضراتكم تيجي تحطوها في الساندوتش تحسوا كده انها ايه، بتشرق. لا احنا مش عايزين كده. طيب هاخد بقى انا الطبق ده، هلبس بس الجلافز وهنبدا بقى نغرف ونعمل ايه، نعمل طبق تاني من الحاجات المحببه. هو الجلافز ده كبير عليا شويه، مش عارفه، ما بعرفش، ايدي محتاجه يا تكبر شويه يا اما هم يشوفوا لنا مقاس صغير على قد. طيب هنقلب كده تقليبه، بصوا تعالوا بقى نغرف القمر دي، الله حلوه حلاوه، بسم الله. دي بقى ممكن مع شويه رز ابيض، ساندوتشات زي ما حضراتكم تحبوا، اللي يريح حضراتكم، الطريقه اللي تحبوا تاكلوها بيها. الفوائد المستكه بقى عايزه اقول لكم، عشان احنا ما اتكلمناش عنها كتير، عايزه اقول لكم ان هي بتحسن جدا صحه الفم والاسنان والقلب والشرايين، وبتحمي من الكانسر، وبتحسن صحه الكبد جدا. وعايزه اقول لكم انها بتقلل من الالتهابات الناتجه عن البكتيريا. المستكة ليها فوائد كتير حلوة، بتضفي طعم ونكهة كده جميلة. والشجر اللي بيطرح المستكة ده ليه 3 طرحات في السنة، بتلاقوا ايه. عايزة اقول لكم الناس اللي عندها التهاب في اللثة وتقرقشها كده بتعالج الالتهاب، تخيلوا يعني. في حاجات كده ايه الواحد بيعرفها بعد ما بيبدأ خلاص بقى يعني يذاكر ويتعلم ويسأل، ولما بنروح لدكاترة كمان نفهم منهم حاجات معينة، دي بتبقى حاجة مهمة قوي. الواحد فعلا في أطلق كلمة العلم نور، دي كلمة يعني هي هما كلمتين بس ليهم معنى كبير جدا حقيقي. العلم نور، التعليم ده حاجة مهمة جدا. بصوا عايزه اقول لكم كمان المستكه دي في ناس بتطحنها وبتحطها للبشره في ماسكات عشان تعالج بيها حب الشباب. عايزه اقول لكم جميله جدا. بصوا بقى
في ثلاث طرحات للشجره دي بتاعه المستكه، بيبقى من ضمنهم المستكه الشفافه، بيبقى في اول طرحه ليها بتبقى الشفافه، بيبقى في طرحه ثانيه بتبقى عامله زي البنات الدكر الغامقه شويه، كلهم كويسين جدا. بس انا بقول لحضراتكم عشان ساعات الناس اللي بتشتري دي تقول دي مش اصلي ودي اصلي، هم كلهم بيبقوا مستكه، بس هي على حسب طرحه الشجر او الكميه اللي موجوده عند المكان اللي بنشتري منه. تعالوا بقى نشيل كده الايه، كبد الفراخ الجميله دي او المزاليكا اللي احنا عملناها بالطريقه اللي حضراتكم شفتوها، طريقه تنظيفها سهله وبسيطه. تعالوا بقى